فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باشمهندسين تالتة ثانوي، أخبركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. وجاءت الحصة المنتظرة دي يا شباب، أهم 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 حتة تأسيس أنت بتحتاجها. للأسف الشديد يعني معظم الناس بتيجي عند حتة التحليل دي وبتتلخبط، وفي ناس بتكون متدلتة من دماغها خالص، معرفش ليه، مع إنها أساس مهم قوي. النهاردة إن شاء الله في حصتنا هناخد كل أنواع التحليل بإذن الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلا. بسم الله. التحليل يا شباب فيه 6 أنواع، وفي أنواع منها كل واحد فيه جواه نوعين اتنين من التحليل. تعال كده واحدة واحدة كده مع بعض ونشوف ايه أنواع التحليلات المهمة اللي احنا محتاجينها وهتقابلنا. في تحليل بإخراج العامل المشترك الأعلى، وده تقريبا في كل الأسئلة. في تحليل فرق ما بين مربعين. في تحليل فرق ما بين مكعبين، ده في نوعين وده في نوعين. تحليل مقدار ثلاثي، ده برضو في نوعين منه. تحليل مقدار ثلاثي مربع كامل، والتحليل بالتقسيم. دول ان شاء الله اللي المفروض نراجعهم النهاردة بإذن الله. سمي الله يا باشمهندس. بسم الله. أول حاجة، أول نوع يا باشمهندس هنبدأ به التحليل بإخراج العامل المشترك الأعلى، وده فيه حاجتين منه. هل العامل المشترك اللي انت هتاخده ده رقم ولا مجهول؟ يعني ايه عامل مشترك يا استاذ؟ يعني بتمسك مسألتك تقسمها لحدود ما بين الاشارة والاشارة كده، تقسمها يعني تاخد دي كده حاجة ودي كده حاجة. ايه اللي موجود هنا وموجود هنا؟ اي سؤال اول ما تبص له بص على العامل المشترك ده، فيه يا استاذ سين في كله. تمام، بتقوم جاي واخد السين مشترك. سين أس 2 دي يعني أصلها سين في سين، لما أنت خدت منها سين اتبقى سين، وخدت من هنا سين اتبقى 4. وكان في ناس بتحلها بطريق تاني، بيقولوا إيه يا أستاذ؟ مش أنا ببص على اللي موجود في كله؟ أيوة. وباخد أصغر سين موجودة؟ أيوة. أم في واحد هنا قال إيه؟ كان في هنا حتة نفسي أسألها وكنت خايف من الأستاذ، قلت له قول. قال هو يعني ايه عامل مشترك اعلى؟ مش اعلى باخد اكبر اس، لا، عامل مشترك اعلى يعني اكتر حاجة موجودة في كله، اكتر حاجة موجودة في كله. فاللي موجود في كله يا استاذ سين، لما بناخد سين مشترك كده، في ناس كانت بتقول جاية اسمع عليها كده، سين اس 2 على السين فيها السين، سين مع السين راحت اتبقى الاربعة كده، هو خد العامل المشترك بتاعه. تاني تعال نتدرب هنا، بص كده يا باشمهندس، قسم مسألتك قسمتها، ده اللي موجود يا أستاذ قوس خده، اللي هو السين زائد 1. ماشي يا أستاذ، اللي بقى لما بتاخد المشترك بتقسم عليه، هقسم على سين زائد 1 كده. في حالة القسم أنا بطرح الأسس، اتبقى هنا سين زائد 1 وهنا 1 حفظ خانة، يبقى هنا يا أستاذ سين زائد 1 مضروب في سين زائد 2. بس كده يا باشمهندس، كده انت حللت السؤال بتاعك. تمام، تاني نتدرب. لو كان معايا مثلا 5 سين اس 2 زائد 10، ها ايه العامل المشترك الاعلى هنا؟ جينا يا استاذ على 10، قلنا ال 10 دي 2 في 5. ما تسيبش المساله يا باشمهندس وتقول ده ما فيش فيها مشترك وتسيبها، لا لا لا، فك الأرقام، حاول تفك الأرقام كده وجرب شوف. في يا أستاذ 5 مشترك، خد الخمسة المشترك. اتبقى من هنا سين أس 2 زائد 2، كويس، بس كده خلاص. كده يا باشمهندس أنت أخدت العامل المشترك الأعلى. طب هو ممكن يا أستاذ يكون المشترك رقم وسين؟ آه ممكن، زي إيه؟ 3 سين أس 2 ناقص 12 سين زائد 18 سين أس 3. قمنا جايين على ال 12 دي فكينا، قلنا له دي 3 في 4، وال 18 ده دي 3 في 6 يا أبو حميد. في يا أستاذ كمان حاجة مشتركة، إيه؟ في السين. في سين موجودة في كله، أصغر واحدة ليها أس كام؟ سين أس 1. يبقى أنا هاخد دلوقتي ال 3 وهاخد السين مشترك.
لما خدت 3 سين بقسم عليها على الثلاثة سين على الثلاثة سين على الثلاثة سين. سين مع السين راحت، تبقى هنا سين. 12 على الثلاثة هنا فها الأربعة، زائد 18 على الثلاثة هنا فها الستة، سين أس 2. بس كده يا هندسة، كده انت خدت المشترك. طيب يا أستاذ، هو ممكن يغير لي أشكال الأسئلة دي؟ أيوة، مش شرط تكون سين. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا معايا جا أس 2 سين ناقص جا سين جتا سين، مسألة زي دي كده. في مشترك هنا، إيه المشترك؟ الجا يا أستاذ، هي اللي موجودة في كله. خلاص، خد الجا مشترك. اللي اتبقى، اتبقى من هنا جا سين ناقص اللي اتبقى من هنا جتا سين، بس خلاص. تاني تاني يا أستاذ، لو أنا كان معايا مثلا ت أس 7 زائد ت أس 5 زائد ت أس 3، أخد المشترك إزاي؟ حدد إيه اللي موجود في كله؟ ت أس 3 يا أستاذ. طب خلاص خدها. لما بتاخدها مش بتقسم عليها؟ أيوة، اتبقى من هنا ت أس 4 ومن هنا ت أس 2 ومن هنا 1. بس كده يا هندسة، ده كان التحليل بإخراج العامل المشترك الأعلى. ملخصه، بتبص ايه اللي موجود في كله، تاخده مشترك بس تاخد اصغر حاجه منهم لها اس، وان كان كله في ارقام فك الارقام دي، يمكن يكون في رقم مشترك. بعد كده يا باشمهندسين، تحليل فرق بين مربعين. فرق ما بين مربعين، فرق ما بين ده وده، ده اسمه فرق بين مربعين، ده اسمه مجموع مربعين. ده ما بيتحللش، لا يوجد له تحليل، ده ما بيتحللش، حط المعلومة دي في بالك. طب ده الاخر بيتحلل ولا لا؟ لا، ده بيتحلل بقى. طب بنحلله ازاي؟ بسيط قوي. كل اللي على حضرتك، بتفتح قوسين، واحد سالب واحد موجب، وتجيب الجذور. مش فاهم؟ فتحنا قوسين هما س في س، الأربعة 2 في 2، قوس سالب وقوس موجب، بس كده. تاني نتدرب، جا تربيع س ناقص جا تربيع س، يلا ممكن نحللها؟ ممكن. جا س يا أستاذ، في جا س طالما أس 2 وبينهم سالب، وهنا جا س وجا س، واحد موجب وواحد سالب. تمام تمام يا أستاذ، نكمل. كمل يا هندسة، لو أنا معايا ت أس 2 ناقص 1، ها افتح قوسين، ت ناقص 1 في ت زائد 1، بس كده بس كده. نكمل كمل، س ناقص 1 أس 2 ناقص س زائد 5 أس 2، ده بيتحلل؟ يلا يا شباب، ده بيتحلل؟ أيوة يا أستاذ، طالما أس 2 وبينهم سالب يبقى بيتحلل. بتحلله إزاي؟ بفتح قوسين أهم، س ناقص 1 في س ناقص 1، س زائد 5 في س زائد 5، واحد سالب وواحد موجب. تمام يا أستاذ، كويس قوي كده. نكمل كمل كمان مرة يا أستاذ، لو معاك س ناقص صاد أس 2 ناقص 25، عايزين نحلل دي. بسيطة، س ناقص صاد ناقص 5 وس ناقص صاد زائد 5، كده انت حللتها يا باشمهندس. طب أغرب مسألة ممكن أشوفها في التحليل ده إيه يا أستاذ؟ المسألة ده إيه؟ لما أجي أقول لك حلل لي دي، بتقوم أنت واقف متنح كده، هو فين أس 2 اللي هنا يا أبو حميد؟ بنعتبر يا باشمهندس إن دي كأنها جذر س أس 2. شفت الحركة اللي أنا حطيتها دي؟ جذر س أس 2. بنفتح قوسين عادي، جذر س في جذر س، الواحد في واحد، سالب وموجب، بس كده يا باشمهندس. كده يا هندسة، انت عملت كل حاجة. بعد كده نوع التحليل اللي بعده، اللي هو فرق ومجموع مكعبين. يعني بتلاقي الأس 3 ومرة سالب ومرة موجب، ده كنا بنحلله ازاي؟ تأكد بس الأول ان أس 3 ده مفيش فيه مشترك، يعني ما اكتب لكش مسألة كده وتقول لي ده دي يا أستاذ أس 3، لا، هنا لسه في سين مشترك لسه. تمام يا أستاذ، يعني حضرتك دي بتتحلل إزاي؟ قال لك كل اللي عليك بتفتح قوس صغير
وقوس كبير. القوس الصغير بيجيب فيه الجذر التكعيبي للأول والجذر التكعيبي للتاني، وتحط هنا مثل الإشارة، لو الإشارة ناقص ناقص، زائد زائد. وهنا بنمسك منه بقى، الأول ده تربيع والتاني ده تربيع موجب. إشارة المنتصف، شوف بقى إشارة المنتصف دي إيه، خدها زي ما هي، هنا إشارة المنتصف سالب، وتقول الأول في التاني، ما بتقولش في اتنين يا هندسة، بتقول الأول في التاني بس، تاني كمان مرة. بنيجي يا باشمهندس نقوم قايلين له افتح قوسين كده، قوس صغير وقوس كبير. هنا يا باشمهندس ايه؟ بنجيب الجذر التكعيبي للأول، وهنا الجذر التكعيبي للتاني. إشارة ناقص يبقى ناقص، زائد تبقى زائد. ونيجي هنا، بتاخد الأولان اللي يطلع من هنا تربعه، الأول تربيع وهنا التاني تربيع موجب. إشارة المنتصف، شفت إشارة المنتصف دي؟ بنعكسها، مركز، بنعكس الإشارة، عكس الإشارة، وبنقول هنا الأول في التاني، ما بنقولش في اتنين خلي بالك، بنقول الأول في التاني بس. الأول أس اتنين، أخير أس اتنين، بنعكس إشارة القوس الأول في التاني. تمام يا أستاذ. بنقوم جايين فاتحين قوسين هنا، قوس صغير وقوس كبير. قوس الصغير بنجيب الجذر التكعيبي، بنجيب الجذور التكعيبية، بنعمل إيه؟ بنجيب الجذور التكعيبية، ونقوم قايلين الأول أس اتنين والأخير أس اتنين موجب. إشارة المنتصف عكسها، شفت إشارة المنتصف دي؟ بنعكسها، ونقوم قايلين الأول في التاني، ما بنقولش في اتنين، بنقول الأول في التاني، الأول في التاني. يبقى هنا كده يا أستاذ اتنين سي، تاني تاني. بنفتح قوس صغير وقوس كبير، بنجيب سين زائد اتنين، جبنا الجذور التكعيبية، الأول تربيع الأخير تربيع موجب، اعكس إشارة المنتصف الأول في التاني. بس كده يا أستاذ، بس كده يا حبيبي. كمان مرة، كمان مرة. لو أنا معايا سين أس أربعة ناقص سين، إيه ده يا أستاذ؟ قالك هنا في عامل مشترك، لازم تتأكد من العامل المشترك ده الأول، فأنا هاخد س مشترك، اتبقى لي س أس 3 ناقص 1، صح. هنعمل قوس صغير وقوس كبير. قوس الصغير جبنا الجذور التكعيبية، قوس الكبير س أس 2 1 موجب، عكس الإشارة الأول في التاني. تمام يا أستاذ، كمان مرة، كمان مرة. س أس 6 ناقص 1، إيه يا أستاذ ده أس 6؟ مش الستة دي ممكن أفكها لتلاتة زائد تلاتة؟ أيوة، فعشان كده أنا ممكن أحللها إنها فرق ما بين مربعين الأول، سين أس تلاتة ناقص واحد وسين أس تلاتة زائد واحد، وبعد كده أقوم ماسك القوس ده محلله، قوس صغير وقوس كبير، وده قوس صغير وقوس كبير. قوس الصغير هنجيب الجذور التكعيبية، قوس الكبير الأول تربيع الأخير تربيع موجب، اعكس الإشارة الأول في التاني. طب هنا، هنا يا أستاذ سين زائد واحد، الأول أس اتنين والأخير أس اتنين موجب، اعكس الإشارة الأول في التاني. تمام يا أستاذ، بس كده، كده زي الفل. بعد كده يا باشمهندسين كان تحليل مقدار ثلاثي، في نوعين منه، في مقدار ثلاثي بسيط وفي مقدار ثلاثي غير بسيط، اللي هو بنسميه المقص، يعني التحليل بالمقص. عارف، حاسس بيك، في ناس كتير بتكره تحليل المقص ده بالذات. تعال نفتكر الموضوع كده من الاول، وان شاء الله نحاول نشرح لك طريقه غير طريقه المقص. ده مقدار ثلاثي يا باشمهندس بيبقى فيه ثلاث حدود، اتاكد هو فيه مشترك ولا ما فيهوش مشترك؟ لا، هنا ما فيش مشترك يا استاذ، خلاص كمل. جينا هنا يا أستاذ قلنا له التلاتة دي عبارة عن تلاتة في واحد، واللي هنا ده يا باشمهندس بيكون ناتج الجمع أو الطرح، ده ناتج جمع
لو كان ده موجب بيكون نتيجة الطرح لو كان ده سالب. شوف ده ناتج. لو الأخير موجب يبقى ناتج الجمع، لو الأخير سالب يبقى ناتج الطرح. تمام يا أستاذ. قمت فتح قوسين سين في سين، كان في كام؟ يديني 3، 1 في 3. الأخير موجب القوسين مثل إشارة المنتصف. اكتب الملاحظات دي، إن كان الأخير موجب القوسين مثل إشارة المنتصف، وإن كان الأخير سالب الكبير بياخد المنتصف والتاني عكسه. تعال نشوف المسألة دي كده، عايزين نحللها. فتحنا قوسين سين في سين، ال 12 كان في كم يا هندسة؟ ال 12 3 في 4 يا ابو حميد، الكبير ياخد إشارة النص والتاني عكسه. الكبير ياخد إشارة المنتصف والتاني عكسه. أما واحد تاني قال إيه يا أستاذ؟ ما ال 12 دي كان ممكن أقول 2 في 6. ماشي، ال 12 دي أصلاً 1 في 12 أو 2 في 6 أو 3 في 4. تمام يا أستاذ. أنت هتجمع ولا هتطرح؟ ببص على إشارة الأخير، لو ناقص يبقى أنا هطرح، لو موجب يبقى أنا هجمع. هي ناقص، اللي تطرحهم يعطي لك 1، مش هنا 1؟ ايوه ده يا استاذ، يبقى هو ده اللي هيمشي. كمان مره عشان مش مثبته يا استاذ، كمان مره. جا تربيع س ناقص 5 جا س ناقص 6. عايزين يا باشمهندس نحلل المساله دي، يبقى هنقول له الستة دي 1 في 6 او 2 في 3، ايه اللي تطرحهم منهم يدي لك 5؟ الواحد في 6 يا استاذ دي لو طرحت الواحد من الستة هيديني الخمسة. خلاص افتح قوسين جا س في جا س، الواحد في 6 الكبير ياخد النص والتاني عكسه طالما الأخير سالب. طيب ده كان التحليل المقدار الثلاثي. طب الغير بسيط بقى يا أستاذ، لما يكون في هنا رقم، قالك بكل بساطة اضرب الرقم ده في الآخر، الرقم ده اضربه في الأخير ده وشيله من هنا. يا راجل بقت زي دي بالظبط، حلها. حلتها يا أستاذ، الخمسة دي 1 في 5، الكبير او الاخير موجب القوسين مثل المنتصف. قالك فاكر الخمسة اللي انت كنت شلتها ضربتها هنا؟ اقسمها بقى تاني، اقسمها على اللي موجود تاني. قلت له يا استاذ هقسم هنا على 5 واقسم هنا على 5، 5 على 5 فيها 1، يبقى هي اتحللت لسين ناقص 5 في سين ناقص 1. سين ناقص 5 دي يا شباب اللي هي 5 سين ناقص 1، بس كده اسهل، ده شكلها كده اسهل. تمام يا استاذ. لو معايا يا شباب مثلا 7 من س أس 2 ناقص 15 من س زائد 2 بالفرد، هقوم شايل السبعة دي يا أستاذ ضربها في الأخيرة، هيبقى هنا س أس 2 ناقص 15 س زائد 14. هحلل ال 14 1 في 14 عشان هما اللي مجموعهم 15، مش هينفع الاتنين في 7. الأخير موجب القوسين مثل المنتصف. فاكر الرقم اللي انت كنت ضربت فيه؟ ايوه السبعة يا استاذ، اقسم عليه، يبقى هنا على السبعة وهنا على السبعة، 14 على 7 فيها الاتنين، يبقى هنا سين ناقص 7 وهنا سين ناقص 2. يا رب يا هندسة تكون واضحة معك. تمام تمام. النوع اللي بعد كده يا باشمهندسين اسمه مربع كامل. بتعرفه ازاي؟ بتلاقي الاول ليه جذر والاخير ليه جذر، وبكل الاخير ده دايما اشارته موجب. فقمنا جايبين جذر الاولاني وجايبين جذر الاخراني موجب اس 2. تمام يا استاذ. طب هنا بنجيب جذر الاولاني وجذر الاخراني واللي في النص اس 2. وهنا يا باشمهندسين بنقوم جايبين جذر الاولاني وجذر الاخراني واشاره المنتصف اس 2. ده سهل جدا، تافه، تافه بمعنى كلمة تافه. كل اللي على حضرتك لو انت معاك مثلا ز أس 2 س ناقص 2 ز س زائد 1 بالفرد مثلا، هل الأول ليه جذر؟ يا أستاذ. هل الأخير ليه جذر؟ أيوه يا أستاذ. خلاص خد جذر الأول والأخراني وحط إشارة المنتصف أس 2، بس كده؟ بس كده. لو معايا س أس 2 ناقص 2 س ص زائد ص أس 2، ها الأول ليه جذر؟
الأخراني لجزر إشارة المنتصف السيدني. ومش هأكد عليك يا هندسة، دايما 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 تبص على العامل المشترك الأول، بعد كده آخر نوع تحليل التحليل بالتقسيم. بعد كده يا هندسة التحليل بالتقسيم بتعرفه ازاي؟ بتلاقي المسألة بتاعتك عبارة عن 4 حدود أو 5 أو 6 وهكذا، تمام؟ بتتحل بطريقين اتنين، في طريق ما بيتحلش إلا لما بتاخد كل 2 فقاص، وفي طريق تاني لا بتعيد انت التقسيم بدماغك. مش فاهم، تعال نشوف المسألة دي كده. أنا لو أخدت كل 2 فقاص هل بقى في مشترك في الأقواس؟ ما هو لازم يتلاقي مشترك في الأقواس. أيوة يا أستاذ، في إيه هنا؟ في الباء وفي السين، خد باء وسين مشترك. لما بناخد باء وسين بنقسم عليهم، اتبقى من هنا سين واتبقى من هنا 5. ارجع بص للسؤال تاني، هل في مشترك؟ أيوة يا أستاذ، إيه؟ سين زائد 5، خد سين زائد 5 مشترك. ايه اللي اتبقى؟ لما اخدت السين زائد 5 يا استاذ، اللي اتبقى لك من هنا باء سين زائد، وهنا 1 حفظ خانة، مش بنحط 0 يا شباب، نحط 1 حفظ خانة، لانك لما بتاخد مشترك بتبقى كأنك قسمت عليه، تمام. طب هنا، هنا يا استاذ باخد كل 2 فقوس، كويس، بقوم جاي واخد سين مشترك من هنا، خدنا سين، اتبقى سين زائد 4 ص، كويس. طب وهنا ده مفيش في حاجة مشترك يا أستاذ، ماشي. جينا ناخد المشترك التاني اللي زي هنا، ما قبلتش معايا لأن مفيش أقواس زي بعضها، فهنا بنضطر يا أستاذ إن احنا نعيد تقسيم السؤال تاني. طب هنقسمه ازاي؟ هنيجي ناخد أول 3 فقوس، شفت دول؟ هتلاقيهم نوع من أنواع التحليل اللي انت تعلمتها. أيوة يا أستاذ، ده تحليل مربع كامل، جذر الأول، جذر الأخراني، أس 2 ناقص 9، افتح قوسين يلا، سين زائد 2 ص، سين زائد 2 ص، ناقص 3 زائد 3، خلصانة؟ خلصانة يا أستاذ، برافو عليك، ممتاز. كمل تاني، نكمل تاني. لو كان معايا مثلا سؤال يا أبو حميد كان عبارة عن ألف أس 2 ناقص 2 ألف باء زائد باء أس 2 ناقص 1، جينا هناخد التلاتة دول في قوس أهمت، لقيتهم بيتحللوا مربع كامل اللي هو ألف ناقص باء الكل أس 2، بس خلاص هبدأ أحلل، ده تحليل فرق ما بين مربعين، ألف ناقص باء في ألف ناقص باء، وهنا 1 في 1، واحد منهم سالب واحد منهم موجب. أتمنى يا هندسة إن أكون قدرت أفيدك. إن شاء الله الحصة الجاية مهمة جدا، الحصة دي هنتعرف فيها على إيه اللي أنا بعمله وأنا بحل مسائل وبطلع الناتج في الآخر غلط، مع إني ماشي كله صح، ليه الناتج في الآخر طلع غلط؟ ليه يا أستاذ أول خطوة طلعت غلط وبناء عليها مشيت كله وحلل كله صح، بس هي أول خطوة اللي كانت غلط ومعرفش الغلط ده أصلا إيه سببه إيه؟ المفروض ده نتعلمه الحصة الجاية أو نأكد عليه إن شاء الله الحصة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.